هنلقي كلمه امام الجمعيه العموميه، لكن هنغادر قبل بدء اعمال الجمعيه العموميه. القانون الرياضي مش هيعود للظهور، القانون الرياضي مستنيين اقراره من البرلمان ان شاء الله خلال الشهر او الشهرين الجايين باذن الله. نتمنى ان احنا كلنا نشتغل ايد واحده، يكون عندنا تعاون، يكون عندنا انكار ذات، يكون عندنا اخلاص شديد جدا، لان الظروف بتاعتنا صعبه وفي نفس الوقت الاحلام بتاعتنا كبيره. الجماهير هتبقى يعني اتحاد الكرة ولجنة المسابقات هي اللي بتتولى موضوع الجماهير، وإذا طلب مننا في وزارة الشباب والرياضة أي تواصل مع الجهات الأمنية أو إعداد الاستادات بشكل يسهل لهم استقبال الجماهير في الدور الثاني، إحنا جاهزين. مصر كلها متسنية إنجاز رياضي كبير إن شاء الله السنة الجاية، ونتمنى كلنا نشتغل من إيد واحدة لغاية ما نحققه إن شاء الله. إحنا نتناقش مع الناس، هم الجمعية العمومية هي لو ليها حاجة، إحنا بنتكلم بنجتمع عشان بعض البنود بعض النقاط، وأنا أعتقد يعني الموضوع إن شاء الله يمشي بشكل محترم. إحنا علاقتنا بالجمعية علاقة ودية وعلاقة، إحنا في الآخر بنخدم الجمعية العمومية، إحنا جايين هم اللي انتخبونا عشان نعمل حاجة لصالح العام، فإن شاء الله بإذن الله تكون حاجة محترمة إن شاء الله. 2017 عندنا بدايتها بطولة أفريقيا إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها، عندنا في أخيرها تصفيات كأس عالم ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، ان شاء الله يكون سنه خير على الرياضه ونرجع تاني لافريقيا والعالم كاس العالم نتمنى ان شاء الله. المنتخب هيخش معسكر ان شاء الله بعد ماتش القمه، وعندنا ماتش يوم 8 مع تونس ونسافر يوم 13 ان شاء الله باذن الله. والله ناس محترمه وناس انا يعني على المستوى الشخصي علاقات محترمه مع الناس كلها، رؤساء الانديه وناس عندها طموح انها تشتغل في انديتها وتتعب وتعمل حاجات كويسه. نحاول نوصل لوجهات نظر متقاربة، احنا في الاخر هم احنا بنمثلهم فلازم نسمع بعض بشكل كويس. انا بشكرهم طبعا على وجودهم النهارده، ونتمنى ان شاء الله تطلع حاجه كويسه باذن الله. عايز اقول ان لجان التحكيم في الاتحاد طبقا للائحه الاتحاد الدولي ولائحه اتحاد الكوره، لجان الاستئناف والانضباطيه ولجان من هذا النوع لازم تبقى تصديق او اختيار من الجمعيه العموميه او تصديق او عليها، وطبعا ده مهم عشان الاتحاد يقدر يشتغل. لو جت اي تظلم دلوقتي بين اللجان دي لو مش مكتمله او مش معموله هيبقى في عنصر مفقود، في عنصر تظلم او انك تاخد حقك، فطبعا دي مهمه داخل الاتحاد قبل ما نروح محاكم. حاجه ثانيه برضو، في بنود كتير بتسهل الاجراءات، الموضوع اللي هو مش 8 او مش 8، الموضوع اللي هو في جمعيه عموميه. انا هكلمك عن قانون الرياضه اللي انا بتكلم او انا مسؤوله عنه دلوقتي في البرلمان بصفتي عضو لجنه الشباب والرياضه. احنا اتكلمنا في بند ان احنا ازاي النهارده ما نقولش سنوات ولا نحدد، احنا نشوف رغبه الجمعيه العموميه، هو ده المهم. والنهارده حوار كويس، لا في انتخابات ولا في اي حاجه، ولسه قدامك فتره طويله، احنا في اول الدوره يعني اول شهرين وبنعمل جمعيه عموميه غير عاديه، وده كويس. تتغير هي تعظيم دور الجمعيات العموميه اللي تعمل لائحتها تاخد قرارها، ولكن احنا ممكن نديهم يعني مجلس اداره بيدي لائحه استشهاديه اللي هي الانديه الشعبيه او مراكز الشباب، اما الهيئات بقى اللي هي الانديه الكبيره الاولمبيه اكترها بتبقى عندها فكر شويه عن الميثاق الاولمبي، فبالتالي اللائحه لازم يبقى فيها حريات او لازم يكون فيها شويه مسؤوليه للجمعيه العموميه مع مجلس الاداره عن لعبتهم او عن انشطتهم. مش المفروض بقى التدخلات الكتيره اللي هي التعيين مرفوض عندنا مثلا بالنسبه للميثاق الاولمبي، حاجات كتير بقى النهارده كله بالانتخاب، بقى النهارده في اختصاصات اكتر للجمعيه العموميه، اختصاصات اكبر، اي تعديلات قوه الجمعيه العموميه او تعظيم سلطاتها ده موجود في القانون دلوقتي. حاولنا نخلي اللائحه موحده وتبقى دي واجب من واجبات المجلس الاداره مع الجمعيه العموميه ان هي اللي تصدرها، مش اي حد، وتصدق عليها كمان. في علاقه وطيده جدا بين مجلس اداره الاتحاد برئاسه المهندس هنا بوريدا والجمعيه العموميه، يعني علاقه مستمره وفي تواصل في كل حاجه يعني. فالنهارده بيعرضوا البنود وهيتم الموافقه عليها ان شاء الله، لان برضو خد بالك ان بيبقى في تشاور مع الجمعيه الاموميه للصالح العام، وكل البنود بتوع اللائحه كلها لصالح الكره القدم المصريه وصالح الصالح العام. يعني ان رايي بيقول ان كفايه 8 سنين، ورايي بيقول لك ان انت ما تفرضش على الجمعيه العموميه رايك، الناس كلها تتقدم وفي النهايه الراي النهائي للجمعيه العموميه. وده رايي، ان ما فيش في العالم حاجه اسمها 8 سنين و10 سنين، انت كل الناس بتتعرض على الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه لها الراي الاول والاخير. بس النص القديم كان واضح انه اي حد عليه حكم نهائي يتم خروجه من اسقاط عضويته من الاتحاد. هم راحوا ضايفين على ان يكون الجريمه مسه بالشرف، عشان الاشكال اللي معمول في المحكمه ضوفوها،
مسا ايه بالشرف عشان يطلعوا مين حازم وسحر من الخروج بيلفوا على حكم المحكمة بتاع القضاء الإداري. خلاص ده رقم واحد. رقم اتنين انت بتعمل رابطة أندية وخرجت منها الأندية اللي هي المادة الخام اللي بتشتغل، ماشي احنا موافقين ما عندناش مشكلة، بس انت غلطت غلطتين. الغلطة الأولى ان اللائحة القديمة كانت بتحط اتنين من اتحاد الكورة بالتعيين، حطوهم مرة دي، يعني خرج الأندية وحط نفسه. اللائحة القديمة كانت بتقول ايه؟ انك انت الأندية دوري العام اللي هم 18 نادي دول اسمهم رابطة الأندية أو لجنة الأندية، وينضاف ليهم اتنين من اتحاد الكورة. فقال لك لا خلاص مفيش أندية، لا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيل ولا كامل الفرق ده، يلا بره كلكم، مفيش لجنة أندية، وراح سايب الاتنين بتوع اتحاد الكورة. ما دام أنت عايز تعمل استقلالية، طب حاطط اتحاد الكورة ليه؟ اشمعنى النص بتاع اتحاد الكورة اللي هو بتعيين الاتنين سيبته؟ خلاص؟ نمرة التلاتة، دلوقتي الجمعية العمومية بتعمل اللائحة بتاعت مين؟ اتحاد الكورة. أنت بتعمل رابطة أندية، مين اللي بيعمل اللائحة بتاعتها؟ الأندية، الرابطة، مش كده؟ حضرتك بتعمل لها لائحة إنك عايز تجامل ناس أنت خنتهم في الانتخابات وعايز تجيبهم من خارج الأندية. مين من خارج الأندية أنت خنته وعايز تجيبه رئيس للجنة أو اتفقت معاه أو عضو في اللجنة وأنت عامل لائحة بتقول المكتب التنفيذي من كذا؟ اللي بيعمل اللائحة دي مين؟ الرابطة نفسها. وبعدين مين بيعرف مشاكل الأندية غير رؤساء الأندية ومجالس إدارة الأندية؟ خلاص؟ نمرة التلاتة، الجزء اللي هو حطه وضافه برضه إن هو عايز يعاقب أي حد مش عارف إيه، ده معمول لي أنا مش مشكلة. أنت بتعمل بتغير لائحة، وبعدين القيم اللي عاملينها دي بقى دي مفاجأة أخرى كمان. قال لك على ان يعاقب اي حد عمل حاجه السنه اللي فاتت، مفيش حاجه اسمها باصل رجعي، يعني كان بيقول لك اي حد عمل حاجه السنه اللي فاتت وغلط في احمد مجاهد او حازم الهواري، انت حاسبني انت ده نادم سالتي اللي حاسبني؟ الجمعيه العموميه زي ما الجمعيه العموميه بتحاسب الاتحاد، الجمعيه العموميه للنادي بتحاسب النادي، الجمعيه العموميه للمركز الشباب بتحاسب مركز الشباب، انما هذا التعديل. وبعدين اعمل تعديل كده لما تكون فايق واخد كاس عالم كاس افريقيا، يعني يكون عندك حاجه يعني ايه، لكن ده انت بقالكوا شهرين مش عارفين تجيبوا نائب.